قعدنا مع مطبخنا مطبخ الستات وشيف محمود سعد اللي النهارده بيعمل لنا حاجات للكريسماس جميله. اهلا بيك يا شيف محمود. نرحب بيك. برحب بيكي طبعا وبرحب بالجميله ايمان وكل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا الستات ما يعرفوش يكذبوا. وهتعمل لنا ايه النهارده؟ انا عامل الاكل. انا مش عامل حاجه للكريسماس، انا عامل اكل في ايام الكريسماس، يعني كيكه بمربه الورد والسكر. دي عاديه؟ دي عشان المذيعات الورد اللي معايا. انا عامل كيك سهل قوي وبسيط، يعني انا احب ان كل ست بيت تعمل الحاجات الوصفات الحلوه الصغيره دي اللي نقدر بمقادير بسيطه نطلع نتائج حلوه. هي قريبه قوي من السبونج كيك وهشه وجميله، واحنا عاملين لها حشوه بسيطه جدا تنفع في مناسبه بسيطه، تنفع في الفطار، تنفع في عيد ميلاد لطيف لولد او بنت من الاولاد. يبقى الكيك دي بتاعت عيد ميلاد محمود، عشان الصبح والله ما لحقت، كنت عايزه اعمل له مفاجاه لكن هعملها لك. يوم سلامي سلامي، ربنا يخليك. لا انا عاملها بشكل عام، وعامل كمان شويه بطاطس بالخضره اللي كلها خير وبركه وحاجات حلوه قوي، شبت على بقدونس على كرفس على كرات وشويه جرجير، وعامل جنبهم شويه فلفل مقلي. وموضوع جميل قوي كفته البطاطس دي، لانها بتنفع فطار وبتنفع غدا وبتنفع عشاء وبتنفع سندوتشات كمان للمدرسه. كفايه انها بطاطس، كفايه ان هي بطاطس، عاشقه البطاطس معايا. يلا هقول مقادير هقول مقادير الوصفه الاولى. البطاطس بحتاج حوالي كيلو بطاطس مهروسه، ومعلقتين بقدونس على معلقتين شبت على معلقتين كرفس، كل ده مفروم ناعم، مع معلقتين كرات وثلاث اربع فصوص ثوم، ولو في زعتر اخضر ماشي مفيش مش مشكله، مع شويه ملح وفلفل ورشه كمون، ما بتاخدش توابل اكتر من كده. انا جايب شويه فلفل حامي، طبعا بحتاج فلفل حامي اختياري، نخلي مفروم جوه فلفل حامي او لا، دقيق وبيض وبقسماط وزيت للقلي، ده كلنا عارفين ان احنا هنعمل البانيه، دقيق بيض بقسماط زيت، مع شويه جرجير وطماطم وشويه عيش بلدي للقلي. ماشي، اول حاجه عايزه نقول لجمهورنا ان احنا لايف على الصفحه طبعا. يلا. الفقره اللي بيحبوا يدخلوا فيها اكتر لايف كمان مع محمود سعد ان شاء الله. تسلمي تسلمي. واول حاجه بنعملها الفلفل، حط شويه الفلفل دول، فلفل حامي في الزيت كده. الفلفل ده انا مفتحه انا هناك بقى كده، ما تقلقيش انا مفتح الفلفل عشان ما يفرقعش. شفتي حلوه السر ده. وبعدين بعمل ايه هنا بقى؟ فتحت الفلفل عشان مقدير. ما يفرقعش. حلوه التركه دي. مفتحه عشان ما يفرقعش. وبعمل هنا ادي البطاطس بتاعتنا، هتطلع حاجه مخليها لونها اصفر شويه البطاطس. لا خالص، انا بس دي طبيعيه كده. هنا كده طبيعيه جدا. ادي البطاطس بتاعتنا بخلطتها، ما حطيناهاش اي حاجه، خلطتها البطاطسايه حلوه فريش. عباره عن ايه بقى؟ ادي الشبت وشويه البقدونس الحلوين والخضره دي من الحاجات الجميله، شويه الكرات وشويه الكرفس وكمان الثوم المفروم، مع رشه حلوة التوابل الجميله بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه، رشه جوزة الطيب ممكن لو عندك، وشويه فلفل اسود حلوين، مع رشه الكمون وشويه الملح. كل الخليط الجميل ده، كل اللي بتحتاجيه على خلطة البطاطس دي عشان تبقى متماسكة وحلوة، تحطي عليها بيضتين ومعلقتين من الايه الدقيق، وعجنة بقى بايدينا ونبدأ نعجن الخليط الحلو ده. حطيت شبت وكرات وكرفس وايه حاجة رابعة، بس هي كل الخضروات الورقية وبقدوس تقريبا حطيناها. برافو عليك، برافو عليك. يعني بس في بقدونس، بس وفي بقدونس يعني مش كزبرة، حط كرات يعني حاجة بالكاف تانية يعني ساعات الكرات بيبقى خشن يا شيخ محمود. بنعمه بقى هو والكرفس، بنعمه بتنعيمة حلوة بالسكينة، بحرف السكينة كده على خشبة، وبفرمها كويس قوي. وبعدين كل اللي انا بحتاجه ان انا بعمل كور اهي، كورة ومن ايدي على الدقيق على طول، ومن الدقيق على البيض، نضرب دول كده، حط لها رشة ملح وفلفل، رشة ملح صغيرة ورشة كمون كمان، ونضربها كده ونحطها هنا. نطلع من الدقيق على البيض زي البانيل عادي اللي كنت بتعمله من كام يوم. ايوه على البقسماط الجميل كده. وطني كرامتي بعد بتسال، بتقول يومكم هادي ونادي. بتقول ممكن نحشي البطاطس جبنه شيدر ولا هتسيح وقت القلي؟ لا ممكن تبقى فكره حلوه. صح، ممكن، بس من جوه افضل
ان انا اضيف معلومه صغيره، انك ما تبشريش الجبنه، تخليها متقطعه مكعبات سليمه، زي زهر الطاوله جوه الكفته دي. أيه؟ كفته البطاطس، عايزه تحط جواها حته جبنه شيدر. بنحييها والله، فكره حلوه. برافو عليك محمود، بس ما حبش يكلكع الحكايه، بسطها. بس دي حاجه حلوه قوي لللانش بوكس بتاعت الولاد، او فطار يوم الجمعه الحلو مع الطعميه، ومع الفول. الله. طيب اسيبك تعملي لنا الكام قطع الحلوه دي. كسرت الطعميه، انت بتحط لها كرات صح؟ انا بحط لها كرات طبعا. لازم الشبت وكرات. عايزه وصفه الطعميه؟ سريعا اقول لك وصفه الطعميه. استنى بس قبل وصفه الطعميه، في نسمه بتقول الوصفه دي عندنا في الجزائر ومعروفه بالمعقوده. وهران تحديدا. الله، تحياتي لاهل الجزائر طبعا، في تحيه. والوصفات قريبه من بعض، واحنا النهارده عاملين معقوده. معقوده جزائريه. طيب كمان انتوا ممكن تضيفوا معلقه لحمه مفرومه متعصجه جوه حبات الكفته الحلوه، يبقى كده كروكيت بقى. كروكيت، صوابع كروكيت لما تحط باللون باللون الذهبي الحلو ده. طيب انا بعمل ايه بقى عشان، طب ألفت عمر بتقول لك كفته البطاطس دايما بتفك مني، اعمل ايه؟ اعملي زي ما انا عملت، حطي معلقتين البطاطس، معلقتين الدقيق مع البيضتين، دول بيلموا الانسجه بتاعتها. اوكي، بصوا بقى شويه الفلفل انا الأحمر جريت الفلفل على الاخضر دول بيتحمر في الزيت. انا جريت بعمل ايه بعد ما الايه خفت. استني بقى، انا هعمل حاجه، هصفي شويه زيت. لانه بيطقطق، خليهم هم مجرد ما يفرقعش، بنفتحه بالسكينه. مجرد معلقتين بس في التوقيت الحلو ده. بنحط معلقه كبيره من الثوم، وشويه من الكمون، ثناوي نية جامده يا محمود، وشويه ملح. ونسيب الخليط الحلو ده ياخد ويدي مع بعضه كده. اول ما ريحه الثوم تبدا تطلع، انا مش عايز ادي للثوم لون. كل اللي انا محتاجه ان انا ريحه الثوم تبدا تطلع، وماشيه معانا في الاتجاه ده. ايمان مش معانا. ايمان الاتجاه ده، انت مش متخيل الكومنتس جايه لك كتيره جدا. بصوا الليمون بقى، معجبه قوي باللي انت بتعمله النهارده. بكل يوم طبعا. انا النهارده ما البس جوانت واعمل لك بانيه دول ولا ايه؟ لا تعالي بس انت قلبي دول وطلعهم لنا بالراحه كده على منديل. انا من الاكلات اللي بحبها قوي 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 هي كفته البطاطس دي. بس يا سلام بقى لما بيبقى معاها شويه الفلفل المقلي، رشه الكمون والثوم في الطاسه. احنا قللنا الزيت تماما، رشه الكمون والثوم في الطاسه مع عصير الليمون وشويه الملح. مزاج. بس بقى كفته البطاطس دي تتاكل جنبها ايه على السفره يعني؟ يتاكل جنبها على السفره شويه عيش بلدي، شويه جرجير، وحدتين طماطم زي ما انا ما هعمل كده. انا احب ان الطماطم تكون دبلانه شويه. أيوة. واخده ريحه الكمون. الله، كده وكمون وليمون. اسمها ايه الخلطه اللي انت بتعملها دي؟ سلطه دي ولا ايه دي بقى؟ دي خلطه المعلمين. خلطه المعلمين، المزاج قوي. احلى غلطه. احلى خلطه. حلو قوي، حلو. الوقت جميل جدا جدا وفي بركه. انت كنت سالتيني على الطعميه، عن سر من اسرار الطعميه. سلام. وبعدين انا مرتب السؤال بقى، انا مش هنسى. حبيبي شكرا. هاتي كيس فول مدشوش. كيس ده حوالي 400 جرام، انقعيه من قبلها بيوم في حاجه مليانه ميه. خلاص. تاني يوم الصبح ابداي اشطفي الكلام ده بالميه، من الميه بتاعته، واشطفيه مره واثنين وثلاثه، وصفيه في مصفى، ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه في الفول المدشوش. وهاتي ربطه شبت على بقدونس على كزبره على كرات بلدي، وما يبقوش مبلولين برضو. يبقى الفول مش مبلول، والخضرة ناشفة، وقطعيهم مع بصلاية صغيرة واربع فصوص ثوم، ومفيش توابل. يبقى الثوم والبصلاية والخضرة ومفيش مية خالص. ضربنا الكلام ده في المفرمة او في الكبة بتاعة الخلاط لحد بقت معجون حلو قوي. تاخدي الكلام ده وتدخلي بيه في اكياس وتدخليه لي فريزر. عايزه على قد الاستعمال، هتاخدي حبه على قد قبضه اليد كده كويس، وتحطيهم في بوله. في التوقيت ده رشي رشه ملح،
ورشه كمون صغيره ورشه كزبره ناشفه ورشه سمسم وشات كزبره خضراء مفرومه جوه، وقلبي الكلام ده مع بيضايه، رشه بيكنج باودر عشان تبقى بيكنج صودا كربونات عشان تبقى هشه، وابداي اقلي حبات الطعميه بتاعتك. سر من اسرار الطعميه وقت فرمها 10 حبات شمر. الله، 10 حبات شمر يطحنوا في الكبه، ودي بتدي ريحه حلوه قوي للطعميه وما بتبقاش مؤثره. بس دي ساعه ما بتتعمل مش قبل ما تتشال في الفريزر. ايوه في العجينه نفسها مش كده؟ ايوه بالظبط كده، ساعه ما ايه ما بتتعمل. وقريب قوي اعمل لكم طعميه انا، بس كان في حبايبي طالبين مني شويه مخبوزات، فانا بكره وبعده ان شاء الله هعمل لكم حاجات حلوه عشان نبطل نشتريها من الشارع. اطفي النار ودي طفيت عليها دي، وخلي دي اقلي بيها تقليبه حلوه، وانا هاجي اقدم لك الطبق. البقسماط ما سبتوش يا شيف محمود، عملت لنا بقسماط، بقسماط والباتون ساليه والقراقيش بكره عاملين. ما هو ده الليمون والثوم والكمون والملح، هو ده اللي بيطلع من طبق الفلفل، وطبق الفلفل ده يتاكل جنب شويه كبده، يتاكل شويه كبده فراخ مزاليكا، يتاكل جنب طبق باميه حلو بالطماطم وبالليمون، يتاكل جنب شويه طعميه. اللي ملوش في الشطه قوي يحط فلفل عادي، اللي ملوش في الشطه يعني فلفل، يحط فلفل اخضر احمر الوان. صح يا مرمون، ما بتاكليش حاجات حاميه؟ الحامي لا، بس بحب بقى الفلفل واليوم المقليات ده بحبه قوي. تعالوا عليا بقى وقولوا لي اهم وصفه من الوصفات السهله جدا في عمايل سبونج كيك، هي كوبايه دقيق وكوبايه سكر وكوبايه دقيق وكوبايه سكر وحوالي نص كوبايه زبده. نص كوبايه زبده، المقادير هتنزل على الشاشه حالا. معانا هي على الشاشه ماشي، كوبايه زبده وكوبايه سكر وكوبايه دقيق وثلاث بيضات ومعلقه فانيلا ومعلقه هعدل بس الزبده عشان انا ممكن اكون انا كتبتها هي نص كوبايه زبده بالزبط. يبقى نص كوبايه زبده وكوبايه سكر وكوبايه دقيق، ثلاث بيضات ومعلقه فانيليا ومعلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. اوكي، دي مقادير الكيك. الحشو بحتاج له ربع كوبايه زبده وكوبايه سكر بودره. دول الحشو، ممكن مربة ورد، ممكن زر ورد مجفف. الله. ممكن تبقى مربة فراولة، ممكن أي حاجة أنتوا حابينها. بس أنا عايز أوريكم، عايز أوريكم دلوقتي. أدي الزبدة بتاعتنا تكون سايحة كويس، وأحط عليها كوباية السكر وأبدأ أضرب. تحبني أرص لك البطاطس؟ يلا يلا لو حبيت رصيها. طبعا طبعا، ونضرب كويس جدا الزبدة مع السكر. في النص الله. ولا في الجنب يا محمود عشان تحط كلهم في النص؟ ماشي في النص، ونحط الفلفل جنبه. انا عامله حسابك اهو. يلا تسلم ايدك. تسلم ايدك انت. النهارده انا بستخدم المضرب ده لان المضرب ده الحقيقه ممكن يبقى متواجد في معظم البيوت، ولو مش موجود نقدر نضرب بالمضرب اليدوي، المضرب اليدوي بتاعنا. بصوا حبات البطاطس المقليه حاجه كده جولدن جميله، قمر. يبقى نص كوبايه زبده على قد ايه سكر؟ نص كوبايه زبده وكوبايه سكر وكوبايه دقيق. حلو، وكم بيضه؟ اثنين ثلاثة. بيضتين؟ لا انا ثلاثة. انا في البيوريه. ادي ثلاث بيضات، بنحط عليهم رشه الفانيليا ونحطهم ونضرب كده، ونفضل نضرب شويه 3 4 دقايق وما نستعجلش خالص. اول ما الموضوع يبقى خليط شكله كريمي بالشكل الحلو ده، شايفين الموضوع شكله بقى كريمي ازاي؟ الزبده مع السكر، نص كوبايه زبده وكوبايه سكر اتضربوا كويس، بعد كده 3 بيضات عليهم رشه ايه؟ رشه فانيليا. حطي دول كمان في التوقيت ده. عندنا ادي كوبايه الدقيق بتاعتنا، وادي المعلقة الصغيرة البيكنج باودر مع رشة الملح. نقفل دي ونحط الدقيق مع البيكنج باودر مع الملح، وما نشغلش دي مرة واحدة. مهم قوي ان احنا ما نشغلش دي مرة واحدة، مهم ان احنا نقلب كده شوية عشان الدقيق ما يغرقش الدنيا ويبهدلنا. نتأكد ان هو انسجم شوية، نبدأ نشغل دي بالراحة على الهادي كده، وبعدين نبدأ نعلي سنة سنة لحد ما الخليط الجميل ينسجم. وهيجي لي اسئله، طب يا شيف محمود هي ما فيهاش لبن؟ لا ما فيهاش لبن. طب هي ما فيهاش اي نوع من انواع السوائل؟ البيض
والزبده فقط لا غير. البيض والزبده فقط لا غير. سلالة موسيقية. هي بص الرصه مش اي رصه. الايه؟ ايه ده؟ مين اللي بياكل؟ انا. استنى انا مش واخد بالي. انا بحب البطاطس. ده انا مش واخد بالي. الموضوع فيه بطاطس. عارفه انها مش هتقوم. انا هاكل. حلوه قوي قوي. حلوه. هدوق. بسم الله. ومقرمشه قوي من بره. في حد هادي. بيسالك يا شاف على الصفحه بتاعتنا بيقول لك ممكن نلغي البيض؟ ممكن. انا عارف انتوا بتفكروا ان الموضوع يبقى صيامي. الغوا البيض من جوه. برافو عليك. وخلوا الموضوع نباتي 100%. طلعوا حته البطاطس حطوها في الدقيق، طلعوها من الدقيق حطوها في نقطه ميه اكنها بيض عشان البقسماط لما ندخلها على البقسماط تمسك ما بين الدقيق والبقسماط ونزلوا بيها في الزيت وهتطلع معاكم حلوه قوي. بصوا خليط بتاع الكيك طلع معانا الشكل الكريمي ده. نبدا نحط الكلام ده في صينيه تكون الصينيه دي فيها ورقه زبده. ينفع ارص هنا؟ ينفع. ورقه الزبده الجميله وادي الخليط بتاع الكيك. نعمل ايه بقى؟ نفرشه كده. بسم الله. واحده واحده اهو. ودرجة حرارة الفرن 180. الكيك ده بيقعد في الفرن قد ايه؟ بالظبط بالظبط بيقعد 25 دقيقة في الفرن. 25 دقيقة في فرن درجة حرارته 180. هودي دي الفرن واوريكوا شكل الكيك. على بال ما توديها في الفرن الناس بتسألك قول لنا مقادير كفتة البطاطس تاني. مقادير كفتة البطاطس. سميرة بتعيد علينا وبتقول لنا فاضل 5 أيام. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا سميرة. وانا مبسوطه بيكي قوي لان انت يعني متابعه دؤوبه الحقيقه ما بتفوتش لحظه مش حلقه. نحييكي يا سميره من كل قلبنا. كل سنه وانت طيبه. انا كمان بحييكي يا سميره وكل سنه وانت طيبه. هخلص مقادير الكيك. يلا واقول لكم مقادير البطاطس. مقادير الكيك نص كوبايه زبده مع كوبايه سكر اتضربوا كويس. اتحط عليهم 3 بيضات ورشه دانيليا اتضربوا بالمضرب كويس. اتحط عليهم كوبايه دقيق ومعلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح لحد ما بقت منسجمه والعجينه جميله بالشكل ده. دخلناها فرن درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه وطلعت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا سمحت لنفسي ان انا جرنش الطبق. وادي ورقه الزبده. مش عارفه هتقول ماشي حلو. وادي ورقه الزبده بنشيلها بالراحه وده شكل الكيك. انا عملت 2 من الكيك الحلو ده اهو. ادي الاولى وادي الثانيه. عملت 2 عشان ابدا اهو. بسم الله. ده شكل الكيك الثاني وهخليهم هنا واوريكم الحشوه بتاعتها تبقى عامله ازاي. الحشوه عباره عن نص كوبايه زبده طريه بدرجه حراره المطبخ وكوبايه سكر بودره كده. الهندسه ليها ناسها برضه. ايوه طبعا الهندسه هي. وشويه صغيرين من زر الورد البلدي. زر الورد انا بطحنه كده واحطه على الخليط الجميل ده وابدا اقلب لحد ما يبقى الموضوع اكنه زي الكريمه بالظبط. وهو فعلا بيبقى كريمه. فعلا فعلا بيبقى كريمه. ادي الزبده وادي السكر الجميل. ونبدا بقى ايه الحلاوه والشياكه والجمال ده. لا انا مش عاجبني. انا عايزك تقعدي ترتبيه زي ما انت شايفه. لا يعني عشان الضيوف لما يدخلوا يفرحوا ويتبسطوا بالهنا والشفا. بصوا بقى الزبده مع الكريمه مع زر الورد الجميل ده شايفين ازاي؟ مع حاجه جميله قوي بقى حركه حلوه قوي. بحط لها معلقه مربى ورد على الخليط. كله بالماتيريال واحده. مربى الورد مع زر الورد في الخليط الجميل ده. دي بتبقى حشوه مميزه قوي وبتبقى متماسكه وكل ما قعدت كل ما مسكت نفسها. باخد الخليط الحلو وانزل بيه على قالب الكيك كده. الله. وابدا احرك بالمعلقه الاسباتيولا كده بالراحه واحده واحده. زبده وسكر بودره. نص كوبايه زبده وكوبايه سكر بودره. رشه من زر الورد مع معلقه من مربى الفراوله. ناخد الورده دي. في كيك موضه قوي كده طالعه اللي هي بتبقى واخده سيرب كده زي البابا. بس هي البابا. هي البابا. هي البابا. وانواع بقى بالنسبه لي تعملها لنا مره بقى باللوتس بقى وكده وبالكراميل. اوكي ببسكوت القرفه. أوكي. انا عايز مره اعمل لكم بسكوت القرفه الغالي اللي هو
البلجيكي اللي بيتعمل في بلجيكا وهو تراديشنال في المطبخ البلجيكي اللي هو بسكوت القرفه. مش كيك؟ بسكوت قرفه. انت امبارح عملت لنا قرفه لا لا بسكوت القرفه ده ليه تفصيله، هو غالي قوي وانا بعمله بيتباع منه معجون سبريد وبيتباع منه بسكوت. انا ده في مره من المرات هعمل لكم البسكوت ومن البسكوت نعمل المعجون، وهدفنا انك تقدري تعملي كل التفاصيل دي في البيت عشان ما تحتاجيش تشتري حاجه من بره غاليه. خلاص ادي الكريمه بتاعتنا الحلوه، ونحط عليها شويه مربى الفراوله او مربى الورد. هي امنيه كانت بتسالك يعني الورد ده ممكن نجيبه منين؟ هو موجود في موجود عطار عند العطار. بتقولي ايه للعطار بقى؟ هو بيدخل في حلويات كتيره قوي وخصوصا الحلويات الشاميه. عارفه اسمه ايه امان؟ يعني وهو بيتطحن مع القهوه، توليفه القهوه للناس اللي ليها مزاج في القهوه. اسمه ايه يا امام بقى؟ زر الورد. برافو عليكي. اسمه زر ورد وعند العطارين. ونصيحتي ليكي لو رحتي لقيتي لونه غامق شويه ما تشتريهوش، قولي له انا عايزه حاجه منوره يبقى لونه وردي. حلو كويس. عندي بقى ايه؟ ادي كده الغامق ممكن يبقى متخزن. الكيك الثاني بسم الله كده. في ناس كانت بتسال ممكن تشيل الزبده وتعمل بزيت الكيك دي ولا مش الكيك؟ تقدري تشيلي الزبده وتعمليها بزيت. تقدري تعملي كده امبارح طبعا علشان طب لو مش مربى ورده ممكن تحط اي مربى؟ المربى كلها واحد. يعني المربى كلها واحد. انا بعمل ايه بقى؟ بعمل الحركه اللطيفه دي واحط على وشها شويه من السكر البودره كده. انت قلبها على بطن ال يعني انت في الاخر الكيك عشان تلقط السكر بالظبط. لا وكمان انا عشان تقفل لا وكمان انا عشان سويتها وقلبتها. اوريكي بقى الحلاوه دي هناك وانا بقطع منها قطعه واجي اقول لك زر ورد بقى على الوش عشان نعرف ان جواها. يلا ايوه برافو عليكي. تغششنا. برافو عليكي. ايوه يا عيني عليك. شويه الورد الحلوين البلدي دول. واقول لك بقى وانا بقطع الكيك اقول لك مقادير كفته البطاطس تاني. مفيش اسئله تانية يا ايمان؟ عشان الناس بس في طريقه عجينه الوافل ده محمد عمرو بيسال. حاضر. شباب بيحبوها قوي. وخديجه عثمان من ليبيا مبسوطه قوي بالكيك اللي احنا انا بس عايز اظبط الطبق. ابعت رساله وتحيه خاصه لخديجه عثمان لان كل يوم معانا طبعا. خديجه عثمان وكل الحباب وجوهره الجنوب وكل الحباب اللي بيتفرجوا علينا وبيتابعونا، رسائل خاصه وسلام خاص مني ليكوا. انتوا حبايبنا واحنا بنجاوب على كل اسئلتكم وبنبقى مبسوطين من متابعتكم لينا. طبعا طبعا. بس بقى الشكل الحلو ده. عصام كمان عايزه بسكويت اللوتس. حاضر. بسكويت القرفه. اوكي ماشي كده. جايب على سؤال واللي ما يكفيش الوقت ممكن نعملهم لهم بكره على الطبيعه او بعد طبق. عندنا ايام جايه كتير. طيب ناخد الطبق الابيض الجميل ده قطع جانبي من الكيك. وادي القطعه بتاعه الكيك اللي بمربى الورد بسم الله. وده الله شكل الله. الكيك من الجنب الله من جوه حشوه الورد ونص كوبايه زبده على كوبايه سكر بودره عملوا احلى حشو كيك ممكن تاكلوه. والكيك بالفانيليا ساده لوحده كفايه حتى لو مش عايزين تحطوا حشو، وده بيفرح الاطفال جدا وبيفرح الكبار مع كوبايه شاي بلبن. لا جميل طبعا. علاء البشير بيحييك من السودان. وكمان اسراء معتصم عثمان من السودان بتقول عايزين بقى مأكولات سودانيه. انا من عينيا جمهورنا من السودان. انا عملت اكلات سوداني قبل كده وانا مش ناسي الوطن العربي بالكامل ان احنا نعمل الاكلات الحلوه البسيطه اللي بنعرف بيها بعض على الشعوب. انا مش عايز اعمل حاجات الأكل. صعبه في نفس الوقت انا احب لما اعمل اكله سودانيه تكون اكله تناسب الذوق في الجزائر وفي مصر وفي بعض الدول الخليجيه او في المغرب العربي. بيحبوا الشطه في السودان. احب ان احنا لما نعمل الطبق بتاعك ده يحبوا في السودان عشان بيحبوا الشطه. اكلكم حلو قوي يعني اكلكم حلو قوي وفي فينا شبه من بعض. ايوه طبعا فينا شبه من بعض في الملامح وفي اللون كمان إن احنا وفي الثقافه وفي طعم الاكل. غاده قريتهم بتقول انا كل يوم معاكم من نيويورك وانا بقوم بدري مخصوص عشان اشوف فقره الشيف محمود. ده والله مفيش احلى من كده. لا انا مقدمه سلام عليكي وبسلم على كل الجاليه المصريه اللي عايشه في نيويورك. تقدر تظبطها شويه؟ ظبطها شويه. مفيش احلى من كده عشان خاطري الصور هتطلع تحفه والله. مفيش احلى من كده. ثاني خدي شويه جرجير
خدي أيوه. شويه جرجير لا ظبط الطبق بقى برنشه حلو بقى عشان حاضر. ده هتتصور بيه حاضر اهو شويه الجرجير الحلوين دول كده ايوه والجزرتين دول كانوا مضايقني اهو كانوا محطوطين في حته تسلم ايدك شويه الفلفل كمان دول كده مع شويه الجرجير والله الطبق طبقك اللي انت عملتيه الاول كان احلى من اللي انا عملته ده لا لا ده احلى بكتير احنا متعلم منك ازاي هروح نقطع بقى تسلمي تسلمي مش طبخ بس ذوق وجرنش وحاجات تسلمي تسلمي هروح نجيب شويه عيش بلدي حلوين شويه عيش بلدي بصوا بقى ايه يا نهار ابيض الجمال والحلاوه حط جنبه كده ربعين من العيش مفيش اي سؤال يا امام بسرعه كده جاوب عليه لا والله الاسئله كتيره بس قولي. يعني اي واحد بسرعه محمد كان سال على عجينه الوافل وفي فاطمه جنة من ليبيا بتقول كل سنه وانتم طيبين دعاء الشريف من اسكندريه كل سنه طيبه ام عبد الرحمن بتقول عايزين طريقه عمل الكوكيز وباسانت بتسال على بسكوت اللوتس طيب انا قريب قوي هعمل لكم الوافل بس اجيب المكنه هنا لان ما عنديش المكنه بتاعه الوافل بس هعملها لكم مظبوطه وانا بعمل عجينه بتمشي وافل وبتمشي بانكيك طب بص بقى هند سعيد بتقول لك يا شيف محمود ممكن تعمل لنا ليالي لبنان لو سمحت بتقول لك ده نوع حلويات انا بحبها قوي بص انت عارفه ليالي لبنان هي عباره عن حليب بيتطبخ مع شويه سميد وشويه ماء زهر وبعدين بنصبها مع شويه العسل على الوش مع شويه القشطه والفستق هي واخدانه يعني دي الريحه اللبنانيه الحلوه حلاوه الجبنه تقريبا لا لا هي حاجه زي المهلبيه مطبوخه بالسميد والحليب سهله قوي لتر حليب وكوبايه سميد بتطبخيهم على نار هاديه مع معلقه من ماء الزهر فريحته تطلع ممكن تحليه تحطي شويه سكر وبعدين ده بيتصب في كاسات او في قوالب او في بايركس ولما يبرد خالص نحط عليه طبقه قشطه ونصب شويه من العسل او الشيره او الشيره او الشربات وريحه ميه الزهر تبقى طالعه مفحفحه وشات فستق مجروش على الوش أنا دي ليالي لبنان ميه الزهر بحطها على كل شربات انا لما افتح ازازه ميه في البيت بلاقي مطرحها فيها ميه زهر عندي حبيبه حبيبه بتحب ميه زهر ربنا يخليها مخليها لنا الميه كلها ميه زهر ربنا يخليها لك يعني وعد تعمل لنا بقى كل الحاجات اللي طلبوها الناس ان شاء الله قريب جدا والكوكيز بكره وحلقه ان شاء الله جميله ومتميزه باذن الله محمود اشوفك على خير بكره ايمان اشوفك على خير ونشوفكم على خير ويومكم هادي ونادي